في إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية والتي تشكل نهجا ثابتا في وزارة الداخلية وتعزيزا لآليات التواصل مع كافة مكونات المجتمع البحريني، التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية نخبة من أبناء الوطن ضمت مختلف فئات المجتمع. وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية بالحضور شاكرا إياهم على تلبية الدعوة لحضور اللقاء الذي يأتي في إطار العمل المجتمعي المتكامل لتعزيز روح التعاون والتلاحم والمحافظة على التماسك المجتمعي، انطلاقا مما يجمع المجتمع البحريني من ثوابت وطنية وقيم إنسانية سامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذا الجمع الطيب المبارك الذي نستشعر فيه جميعا النعم التي أنعم الله بها علينا، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من واقعنا الوطني بفضل حكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي مقدمة تلك النعم ما تعيشه مملكة البحرين من أمن وطمأنينة واستقرار وحياة كريمة ورعاية شاملة وتطور ونماء، والعيش في محيطنا الاجتماعي الذي يتسم بالكرم المتأصل واحترام القريب والبعيد وروح التسامح والأصالة والمحبة. وهذه هي ملامح راسخة في الشخصية البحرينية الغنية بالقيم والعادات الموروثة والتي تستوجب علينا المحافظة عليها والتمسك بها. الإخوة الأعزاء، قبل أيام كان لي تصريح ركزت فيه على وحدة الصف والروح الوطنية والمسؤولة عن الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. واسمحوا لي هنا أيها الأخوة أن أحيي فيكم روح الانضباط والمسؤولية، فالحكمة الوطنية ركيزة أساسية في توطيد عائم منظومة السلم المجتمعي، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي به ورفض أي محاولات للخروج على ثوابتنا الوطنية. أما بعض المظاهر المخالفة للقانون والتي قد لاحظها البعض منكم، فإن كانت بسبب الاستماع أو الاستجابة للتحريضات الخارجية أو أنها وليدة أي ولاءات للخارج، فليكن واضحا أن الولاء للخارج خيانة وطن، وهي مخالفة صريحة للقانون نتعامل معها بمنطق الدولة الحافظة للحقوق والمحافظة على سيادة القانون. ومن الأجدى أن نتعامل معها لنطفئها وهي في بداياتها، عملا بمفهوم الاحتواء المجتمعي. وإنني أتوقع منكم أيها الأخوة الأعزاء وأنتم المدركون لأهمية المحافظة على الأمن والسلم الأهلي بتعزيز حضوركم الاجتماعي المؤثر سواء بالرأي المسؤول أو تقديم النصح أو المشورة والتوعية حفاظاً على استقرار الوطن. وأني أختم كلامي بالقول بأن الوطن لمن ينتمي إليه ويفتخر بهويته الوطنية. شكرا.
بعد ذلك جرى حوار مشترك بين معالي وزير الداخلية وعدد من الحضور، اطلع فيه معالي على الرؤى المجتمعية ووجهات النظر المرتبطة بأفاق العمل الوطني ودوره في التعامل بكفاءة مع التحديات والأخطار المحيطة، وذلك من خلال الروح الوطنية والإخلاص المجتمعي والاستعداد للتفاعل الإيجابي وتعزيز الجهود المتكاملة، بما من شأنه تعزيز التماسك والتلاحم الوطني وحماية النسيج الاجتماعي. كما ثمن الحضور عاليا تأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم واعتزازه بترابط أهل البحرين وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية. كما أثنى الحضور على تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يتميز به أبناء البحرين من روح وطنية مسؤولة جامعة وتكاتف مستمر، وبثقة سموه بالوعي المجتمعي والروح المسؤولة التي يتحلى بها الجميع، معبرين عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على حرصه على التواصل مع أبناء المجتمع والعمل على تعزيز الشراكة والتكاتف المجتمعي للتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والسلامة العامة، مشيدين بجهود رجال الأمن وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن المجتمع وصون المكتسبات الوطنية. أعضاء المجالس اللي حضروا وكلهم الشخصيات الوطنية اللي حضرت اليوم أكدت على أهمية التماسك الاجتماعي في مملكة البحرين والحفاظ على الأمن والتعاون مع وزارة الداخلية في بث روح الوحدة الوطنية. تأكيد على دورنا اليوم كجهات مؤثرة سواء نواب الشعب أو ما شاء الله يعني الأشخاص اللي كانوا موجودين، الأسادة الأفاضل من مختلف محافظات البلد، دورنا اليوم كلنا حماة إلى شبابنا إلى أولادنا، بحيث أن يعني فعلا نظل محافظين على هذا النسيج الاجتماعي المتين أنه ما يتأثر من كل شيء قاعد يحصل حوالينا، وأن نبقى محافظين على أمننا وأماننا. كلمة معالي وزير الداخلية كلمة لا يعلى عليها اليوم، هي الأمن، هي الأمان، واليوم إحنا سفراء لهذه الكلمة إن شاء الله. وأؤكد على ضرورة يعني أن تكون هذه الكلمة اليوم هي نبراس هذا الوطن. نشكر معالي الوزير الفريق أول الشيخ راشد الله يطول عمره وزير الداخلية لفتح هذا اللقاء المفتوح الذي يضم جميع شرائح المجتمع من وجهاء ورجال دين ومواطنين، حيث تحدث مشكورا لحرصه على هذا الوطن الغالي وفتح باب التشاور معنا لإبداء الرأي ومحافظة على هذا النسيج المجتمعي اللي نتمنى احنا لأن كنا لنا دور في هذا الموضوع. أنا في الحقيقة أشكر معالي وزير الداخلية على هذا اللقاء التشاوري اللي استمع فيه إلى وجهات نظر الأهالي. نحن نمر حقيقة بلحظة حساسة جداً في هذه المرحلة، وهي حساسة ليست بالنسبة لنا في مملكة البحرين وإنما على مستوى العالم العربي والإسلامي. كلام صاحب المعالي أنه ينبغي أن نحافظ على تماسكنا ووحدتنا، واللحمة الوطنية لا تكون قضية خارجية تسبب إلى تداعي الأمن عندنا، لأن الأمن هو في الحقيقة توأم التنمية، توأم التماسك المجتمعي. وإحنا مو بس هني في المجالس، عندنا في المآتم نرشد هذه التعليمات، والحمد لله إحنا في صحة وأمان، وأهم شيء الأمان الله يسلم، وإحنا تحت قيادة جلالة الملك وسمو الأمير سلمان بن حمد. الكلمة الطيبة اللي قالها معالي وزير الداخلية أعتقد أنها هي كلمة جامعة. مملكة البحرين هي مملكة تضم كثير من الاختلافات، وهذه الاختلافات هي أعتقد قوة الشعب البحريني باختلافاته، ودائما إن شاء الله تكون البحرين في أمن وأمان. وأعتقد أن الكل يعني ماشي على نفس هذا النهج، ونكرر شكرنا إلى معالي وزير الداخلية بهذا الجمع الجميل جدا والرائع جدا، والكلام الطيب اللي انقال دائما يرد عليه بكلام أجمل وجميل. نوع من التوعية للأهالي وأولياء الأمور أنهم يهتمون بأبنائهم في مثل هذه الحالات، أنهم يرشدونهم على الطريق السليم. اليوم تفضل معالي الوزير قال كلمة في الحقيقة هذه الكلمة تدرس، يجب الجميع أن يعي لها، ألا وهي الأمن
الأمن مثل الصحة، إذا فقدت الأمن فقدت الصحة. أتمنى من الجميع، أتمنى من الحضور اليوم من حضر وسمع لكلمة وزير الداخلية أن فعلا يكون له دور، يوعي عياله وأبنائه ومجالس. اليوم الأمن لنا كلنا، البحرين لنا كلنا، ليست لجماعة ولا لفئة ولا لعوائل ولا للبحرين، للجميع، كلنا علينا دور. ونحن نرى أنفسنا مقصرين تجاه بلد، مهما نعمل من أجل هذه البلد نحن مقصرين. طبعا اليوم كان لقاءنا مع معالي وزير الداخلية، اللقاء شفاف وكان في حوار مباشر. حقيقة احنا كأصحاب مجالس علينا مسؤولية كبيرة، خاصة ان مع الأسف الشديد ان المنطقة يعني فيها أحداث مؤسفة، واحنا البحرين ليس بمعنيين فيها بهذه الدرجة. فلذلك اعتقد ان اصحاب المجالس اليوم عليهم مسؤولية فتح الأبواب، استقبال الشباب. بعد لقائنا مع معالي وزير الداخلية ان احنا من خلال هذه المجالس ان احنا نوصل الرسالة ان المجتمع البحريني هو مجتمع واحد. المطلوب منا احنا كلنا كرجال دين وكل الشخصيات المؤثرة اللي يكون لها دور حول وحدة الصف ووحدة الكلمة، وأن نبتعد ابتعاد كلي عن كل ما يعكر صفو هذا البلد.